بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع ورد سورة المائدة وصفحة 118 الآية 58، يلا نبدأ مع بعض القراءة بالتصحيح. احنا اتفقنا ان من سورة المائدة ان احنا بنقرأ بنصحح القراءة او التلاوة، اما من جزء عام ان شاء الله هنبدأ فيه بإذن الله قريبا، هناخد الآيات بالتفسير ان شاء الله ومعاني الكلمات. يلا نبدأ الورد بتاعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وإذا ناديتم إلى الصلاة بترقيق اللام، بترقيق إيه؟ بترقيق اللام، مش هفخم اللام، تبقى الصلاة مش الصلاة، عشان إحنا بنقرأ برواية حفص عن عاصم بيرقق اللام المفتوحة. الصلاة اللام الوحيدة اللي بيفخمها هي لام لفظ الجلالة لما يكون قبلها مفتوح أو مضموم. اتخذوها، بفخم الخاء، الصلاة ت تتا، ما حدش يقول لي الى الصلاة اتخذوها، لا الى الصلاة اتخذوها. لما اجي ابدا بقى باتخذوها اقول ايه؟ اتخا، اتخا مش اتخا، اتخا لا مش اتخا، اتخذوا، واطلع لساني في الذال، اتخذوها هو مش هو، هزوا لا هو، لا ها ضم ايه؟ ها ضم هو، ها ضم هو. اتخذوها هزوا ولعبا، اتخذوها هزوا، ما حدش يقول لي هزوا، هزوا لا، هزوا ولعبا. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ما حدش يقول لي لا يع يع لا ما يعش، لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، هل تنقمون مش طن، اوعي حد يقول لي طن، طن بالطاء لا، عيب عليكي، عيب عليكي، بقالي كتير ما قلتهاش الكلمة دي، عيب عليكي تقولي طن وانت شايفاها تن تن، بس هي الغنة بتاعت ما بين النون والقاف، غنة الإخفاء هي دي اللي هتتخن. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما قبل وأن أكثركم فاسقون. خدي بالك من أك مش أك، محدش يقول لي أكثركم، أكثركم زي ما في ناس كتير قوي وإعلاميين كده واسمعهم بيقول إيه، ولكن أكثر الناس، أكثر الناس جاية من القصر، يعني ناس قصيرين مش طوال، عكس طويل، لكن أكثركم عكس، عكس إيه؟ عكس أقلكم، الكثرة عكس القلة، وأكثر عكس إيه؟ أطول. لكن ولكن أك مش أق، أك ثاء، طلع لساني في الثاء وفخم الراء. وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك، ما حدش يقول لي بشر، بشر لا، بشاء، بشر من ذلك مثوبة عند الله، مثوبة مش مصوبة، مثوبة مثوبة بالسين لا، مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة
القرادة، مش القرى، القرى لا، القردة لا، القردة لا، القرى لا، القرى. القردة والخنازير، مش والخنازير، هتقولي الخنازير الخنا، والخنازير وعبد، مش وعبدة، خلي بالك عشان خطأ العوام فيها بيسكن الباء، لا دي لرواية تانية. وعبد ع فتحة ع ب فتحة ب ب ع ب د الفتحة د د وعبد 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 الط وعبد الط د الط، ما حدش يقول لي وعبدت عبدت، لا عبدت عبدت لا، عبد الط د الط. وعبد الطاغوت، اولئك شر، مش شر، ما حدش يقول لي شر، ما فيش شر من اللي بيقول شر. اولئك شر مكانا مش واضل، اوعى حد يقول لي واضا واضا، واضل عن سواء السبيل. واذا جاءوكم قالوا امنا، وقد خدي بالك انا كاتبها لك فوق اهي، وقد هنطقها ده لوحده لان الدال الاولى بصي المفروض ما عليهاش اي تشكيل، وقلنا اي حرف ما عليهوش تشكيل اعرفي ان هو مدغم في الحرف اللي بعده، ما دام اللي بعده نفس الحرف او حرف تاني بس عليه شده، والحرف اللي قبله ما عليهوش تشكيل اعرفي ان ده مدغم في ده. وقد دخلوا، مدغم يعني ايه خلتوا، عشان في ناس جديده بيسمعونا اهلا بيكم، مدغم يعني حصل لهم ادخال، ادخال الحرف الاول دخل في الحرف الثاني فاصبحوا حرف واحد اهو، يبقى اللي ينطق لي يقول لي وقد ده وقد ده غلط. وقد ده وقد دخلوا بالكفر، مش دخلوا، دخلوا لا، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى، مش وترى، أي حد يقولي وا 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 يا بوي، لا وا. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، محدش يقول الإسم ها، والسلا وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. محدش يقول لي يص يص، لا مش يص ولا يس، يص الياء مرققة يا والصاد مفخمة تبقى يص نا، مش يصنع يصنعون لا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة، شوفي وقالت اليهود دي رقم ثلاثة في القرآن، خدنا واحدة في البقرة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وخدنا واحدة في سورة المائدة برضو وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، دي هتجيلك التالتة وقالت اليهود، ووطي صوتي كده وأقول بأدب ايه لان معليش صوتي بالقول اللي اليهود قالوه، وقالت اليهود يد الله مغلوله، لما اجي انطق بقى اللي بعدهم ارد عليهم كده خلي بالك في كلمه مغلوله ما تبقاش مغلوله لا، ميم فتحه ما والغاء مفخمه تبقى مغلوله. غلت ايديهم، غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، مب مب مش مبسو مبسو لا مش ما، مب سو مب سو طا تا مش تطان،
مش تتان، مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى جل جلاله. وليزيدن وليا 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 مش وليزيدن ولي لا ولا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ما حدش يقولي طغيانا طغيانا لا طغيانا وكفرا. وأل مش وألقينا، وهي تقولي وألقينا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. محدش يقول لي والبغ والبغ لا، ومش والبا والبغ لا، والبغضاء. لحد امتى؟ إلى يوم القيامة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. واحد يقول لي في الأرض في الآ في الآ لا مفيش آ في القرآن، كل في القرآن آ، عيب عليكي. في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ونحن لا نحب ما لا يحب الله عز وجل، صدق الله العظيم. ونحن أيضا لا نحب المفسدين ولا نحب الظالمين، بل نحب الصالحين ونحب الذاكرين ونحب المتقين. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. جزاكم الله خيرا، أحسنتم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.